بذرة صدق زرعناها، بجوارح جوارحنا دفيناها، تفاني وعرق سقيناها، الصنعة حسناها وطورناها، ثمرة أمل جنيناها، كبرناها ولنهار عليها بخلنا، جيل ورا جيل مسؤولية ورثناها، كبرت لمانة ولواحد لاثنين، آلاف حفظناها، كل وقتنا وجهدنا عطيناها. بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها، محبة لقيناها، عام ورا عام سيكام محبة وغرام. نعرفوك مرا حاثقة وقديرة، تبعناك في الكبيرة والصغيرة، تعلمنا منك سر العجنة بالليد وخلطة السميد وحرفتها وفتلتها، بالكعبة بالكعبة لنتشيح عجنتها، اللي شفناه تبعناه باش عملنا قبلنا حلالم أصلية كما حلالم كل مرا مجدية. حلالم وردة البنة الزمنية، وردة سرها المحبة. ما سمحت شيف مسهل هالبنة. عسلامة، مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس كل فين ما كنتوا تتابعوا فينا وين ما كنتوا تفرجوا في قناه التاسعه. تحيه لكم، هذه حلقه جديده من برنامج الويكاند. اليوم باش نسعد كيما كل ويكاند باش نقدم لكم برشا فقرات، برشا ضيوف حاضرين معنا. باش يكون حاضر معنا فيلسوف المسرح الممثل القدير فتحي العكيري، باش نحكيوا عليه على نحكيوا معاه على مشروعه الجديد، باش نحكيوا زاد على المعرض الوطني للكتاب، باش نعطيكم برشا نصائح وباش نحكيوا مع بعضنا ونتناقشوا حول كيفية تقسيم الوقت متاعنا، خاصة وإحنا داخلين على عطلة، وبالنسبة لصغيراتنا كيفاش يقسموا الوقت متاعهم ما بين المراجعة والقراية وما بين الترفيه على النفس وما بين أخذ قسط من الراحة، وإحنا زيدا الكبار كيفاش نقسموا الوقت متاعنا. بالطبيعة باش نحكيوا زيدا في الموضة، في الفاشن، وبرشا فقرات أخرى بما فيهم الكوجينة ديما حاضرة مع شيف مروان يوسي. هذا كل نكتشفوه في السومير ونبدأ مع بعضنا. خديجة، قديش عمرك؟ 6 سنين. 6 سنين؟ وين تقرأ؟ في رياض الأندلس. في رياض الأندلس. باش مغرومة خديجة؟ بالموسيقى. خديجة ديما تضحك راه. ومسرح؟ تعمل مسرح زيدة؟ سلموا على ستي. كما ترى قلت لها هيفا نحب، هي عملت لي ليدي وانا قلت نحب هكا حاجة إين ومدار ويتلوك اللي أنا ديما نحكي عليهم الحاجات بديت نطبق فيهم على روحي. فوالا دوك احنا نحب كل جماعة هكي ما نوشكش عليها هيفا. احنا نحطوا موسيقى لصغيراتنا ونشطحوا معاهم، نعملوا وقت بوزيتيف معاهم باش ننظموا لهم حياتهم وباش نوريهم اللي الدنيا فيها فالور اجوتي، والا باش يقول لك احنا علاش عايشين. وقال كل عام فما المسرح وهو المسرح السياسي وفما سياسة المسرح. سياسة المسرح هي قداش عندك من كارت فيزيت، تليفوناتك والعلاقات نتاعك. ما ترى تبارك الله، خمسة وخميس ما عندي ما نقول في ظافر اللي البنات على الكل يقولوا له نعمة ربي مش أنا اللي قلتها. هاكا وفتحنا توا قاعدين نعملوا في الكيك نتاع سمارت شيف، وفت لا روسيت اللي تري تري سامبل، فيها 100 مليلتر حليب و 100 غرام زبده ونزيدوها عليهم عظمتين هكا. اسهل من هكا ما فماش. المعرض هذايا ما يقارب او اكثر ما يفوت 15000 كتاب باش يكونوا معروضين. معناتها اول ما هي المراه تحمل كل شيء، لونتوراج نتاعها فوالا، سيرتو لي بارون نتاعها، حتى ساعات الماغي معناتها في الصحه هو كل شيء يقول لها راهو لازمك تاكل، لازم تخمم فكر في تباه. انا نقول يعطيه الصحه العباد الكل تنصحها كل شيء، اما راهو باش نحسنوا في النوعيه. لوك سبيسيال في 50 سيكام وندلوكم بخطا جديد باش حكتها تدوم بنتها. كالعادة نبداو بالكوجينة، نبداو مع الشيف مروان يونسي. أهلا بك شيف. أهلا عفيف. سافا؟ سوبر. شيفنا اليوم ماهوش وحده، خاطر معاه الشيف خديجة. عسلامة. عسلامة. سافا؟ سافا.
دونك خديجة هي من الصغيرات اللي بعثوا لنا الفيديوهات في فقرة سمارت شيف. قلنا وأنه كل مرة باش نفسحوا المجال لصغيراتنا باش يجيو بحذينا بحذا شيف مروان ويخطوا في الجو نتاع الكوجينة. دونك كملوا زيدوا ابعثوا لنا زيدا فيديوهاتكم فيديوهات صغيراتكم يقدموا رواحهم يحكيوا على رواحهم على غرامهم يبعثوا لنا فيديو. خديجة قداش عمرك؟ 6 سنين. وين تقرا؟ في الأندلس. في رياض الأندلس. باش مغرومة خديجة؟ بالموسيقى. خديجة ديما تضحك راه. ومسرح؟ تعمل مسرح زيدا؟ سلموا على ستي؟ يسرى؟ ستي يسرى من يعني سلموا عليها برشا برشا اللي هي تقري فيك في المسرح. دونك اليوم شنو باش طيب لنا مع غادة؟ مع خديجة مروي. اي اليوم سيدي حكمت عليا خديجة انه نطيبوا حاجتي. قلت لي حاجتين هذوما انا قلت لها اختار هذه ولا هذه، قالت لي ما نجمش نفرق بيناتهم راني لازمنا الزوز. دونك باش نطيبوا لو براونيز تاع شكون خديجة؟ تاع سمارت شيف. تاع سمارت شيف باش نطيبوا لو براونيز تاع سمارت شيف. اون فيت باش نعملوه سي تري سامبل انه نتبعوا لا نوتيس اللي عندنا في الكيت نتاعنا ومن بعد باش نحطوها في سور اون بلاك. داكور كيما البراونيز كلاسيك. شنو احنا باش نعملوا؟ باش نزيدوا عليه بول غلاس وباش نعملوا زينو بطريقتنا. خديجة باش تخليو ابداعات خديجة تتصرف. خديجة باش تروا برشا حاجات في الديزاين. زاد كيف كيف باش ناخذوا الكيك نتاع سمارت شيف وباش نطيبوه زاد كيف كيف دي فورم انديفيديويل. داكور وكيف كيف الشيف خديجة باش تعمل لنا برشا ديكو برشا فازات. جو اليوم جو باش تدلل لنا خديجة في الديسير. بالنسبة للبلا دو ريزيستونس خذينا المقرونة نتاع وردة كافاتوني. كافاتوني باش نعملها المره هذه بالطن. اي دونك شنو باش نستعملوا؟ باش نستعملوا طومات كونكاسي داكور نتاع سيكام وباش نكون زاده فيها فلفل برعبيد الطن الزيتون الثوم وما تابعوا وسي زاده باش نزيدوا من فوق باش تزيد تبنها لنا بيان سور فروماج ماجيستي اللي هو باش نستعمل الجودا والدام. تري بيان. والكناري شنو باش نعمل؟ والقناريه عفيف هذيك باش نذوق كل روسيت ظهر لي ما ذوقتهاش اما انت ابارامون طلعت اماتور نتاع القناريه. نحب القناريه على خاطر صح. باش نعملوا ان كريم دارتيشو سي ان كلاسيك فرونسي. هو ان فيت شنو باش نعملوا؟ باش ناخذوا القناريه نتاعنا باش نقشروها باش ننظفوها نحيوا هكاك الشعر اللي فيها وكل شيء. بعد باش نصمتوها في الماء شويه ومن بعد باش نخرجوها باش نعملوا لها باش نسوتيوها بالزبده والكريم ونرحيوها الكل مع بعضها. كريمو فولوتي ان فادي. صورة باش تطلع بنينة برشا. ميرسي بوكو شيف مروان اليونسي. دونك باش نبدا في استقبال ضيوفنا. ضيفنا الاولاني سعداء بحضوره معنا هو فيلسوف المسرح، هو ممثل كبير ممثل قدير وفي رصيده مجموعة هامة من الأعمال ومش أي أعمال. نحكي على فتحي العكيري. شوفوا التيزر نتاع آخر عمل اللي باش نحكيو عليه اليوم ونستقبلوه. أسعار مواد البناء زيادة في الأجور والنقابات اللي خلقتنا وسوم المحروقات اللي حقتنا. Yeah.
معناها الخرافة نتاعك وخرافتي أنا باران كيريو أزار قال الآخر تقابلوا وتعملوا فرد وقت الزوز في نفس البقعة ونفس الزمن. دونك جو لي أبلي ستركتور جينوميك دو لا ناراسيون. فيها دونك الالترنانس لا سيمولتانيتي إي لو كروازمون. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Quel moment magnifique, la chance de voir. يعني من الجماليات من المسرح من الباحثين ايضا الجدد اللي موجودين في يعني في الحقل. حال الطوارئ اذا هذا تيزر العمل المسرحي الجديد اللي قدمه ضيفنا الممثل المسرحي فتحي العكيري اللي عنده مده على المشروع المسرحي هذا ضمن ما يسمى بمختبر الممثل الباحث. سعيده وانه يحضر بيناتنا اليوم في برنامج الويكاند. اهلا وسهلا بك. عسلامة وشكرا على الاستضافة. يعيشك منورنا. منور فيلسوف بيك. المسرح شنية هالتسمية هذية فيلسوف المسرح علاش؟ والعهدة على من أسماني هكذا. حسب رأيك حسب رأيك علاش سميوك فيلسوف المسرح؟ ممكن في الأصل مساري أو مسيرتي في الجامعة أول ممثل في تونس متحصل على الدكتوراه من السوربون. ممكن الشغف متاعي بالقراءة والاكتساب والتحصيل التحصيل المعرفي الأساسي والعملي، ممكن محاورتي للمتاهة الفراغ المسرح وللإنسان اللي يتجلى فوق المسرح وما يمثل من مواطن منشود، ممكن تصريحاتي، ممكن حريتي في التفكير وحريتي في مبادئ هذا كل وغيره أكيد من خلال أعمالك زادة اللي قدمتهم. قبل ما نبدأ في الحوار معاك نحب نرحب بالكرونيكز متاعنا، دونك التحقوا بينا برشا فقرات في انتظاركم اليوم في الويكاند. زميلتنا الإعلامية صاحبة موقع عربيسك نعيمة الشرميتي، أهلا وسهلا. بونجور. نيو لوك اليوم عاد. وي ميرسي. احنا باش نحكيو عليك اليوم، انت باش تحكي على العباد اليوم، احنا باش نحكيو عليك. اكيد يعجبك. ميرسي بوكو عفيف. اليوم بون مشيت بحدا هايفا جون لوي دافيد لاك دو، هما اللي فرحوا بيا في كل شيء. قلت لهم نحب حاجه مودرن، دونك هاك ترى ميرسي بوكو. ميرسي لايفا. على الاخر شكرا صحة صحة صحة. نستناو ان توكا التفاعلات نتاعكم لي كومونتير نتاعكم، قولوا لنا ايش رايكم في لوك نعيمه الشرميتي اليوم. فرحانه برشا وانه ترجع بحذينا الاخصائيه النفسيه ريم عبد الناظر. مرحبا رمروم. ميرسي عفاف. محليك الغوش. محليك يعيشك. دونك مع ريم عبد الناظر باش نحكيو اليوم على تقسيم الوقت بالنسبه للصغيرات، كيفاش يقسموا الوقت نتاعهم في العطله، واحنا زيد العام على العام الكبار كيفاش نقسموا الوقت نتاعهم. يعني باش نلقاو وقت الخدمة، وقت الترفيه، وقت الرياضة، وقت المطالعة، يعني يلزم شوية نظام في حياتنا باش نخلطوا نعملوا كل شيء. دونك خليكم برونشي معنا. باش نحكيو على ظفر العابدين، دونك كل اللي يحبوا ظفر البنات الكل اللي بعثوا لي، دونك اقعدوا استنوا عندي ما نحكي على ظفر العابدين. سبيسيال ظفر العابدين، ما بدك علاش اللوك هذا اليوم. وبالطبيعة زادة كيف كيف التحقت بينا هيفا الترابلسي اللي هي طبعا مديرة شركة عالمية للتجميل. هيفا اليوم باش تحكي لنا زيدا على الشعر على ليزيكستونسيون. اكزاكتومون. اي مرحبا زيدا بكم الكل. اليوم باش نحكيو على ليزيكستونسيون. في الحلقة اللي فاتت تحكينا على الكولاجين والليساج، دونك سافا دو سوا باش اليوم اون اتاك ليزيكستونسيون. فوالا دونك استنيونا، هذوما فقرات نتاعنا وغيرهم من الفقرات الأخرى في حلقة اليوم. نرجعوا لحالة الطوارئ، نرجعوا للعمل المسرحي هذايا مع سي فتحي العكيري. قبل ما ندخلوا للمسرحية احكي لي شوية على مشروع مختبر الممثل الباحث. بعد ما أسست أنا ومريم العكيري مسرح البديل.
ومع فنانين اخرين من مجالات متعدده، سينما، موسيقى، فنون تشكيليه. 2011 في نهايه 2011 بدا لنا انه البوبولاسيون تاع الممثلين في تونس تغيرت. اغلبهم ولاو جامعيين من ليسانس الماستر، وفيهم حتى لي دكتور. دونك حبيت نخلق هالنوع الجديد نتاع الممثلين، فما الممثل المؤدي، الممثل المؤلف، حبيت نحاور مفهوم الممثل الباحث، اي الممثل الجامعي الذي يحاور المسألة النظرية والتفكير بالمسألة العملية بالركح، وما قد ينتج عليه موضوعيا يظهر لي تاريخيا وموضوعيا بادرة مؤسسة في المسرح التونسي. والمختبر هذا فيه أربع أهداف في كل مشروع، كل محطة فيها أربع أهداف. فيها المسرحية البيانية، وفي الحالة هذه هي حالة طوارئ. ثم باش استدعينا خبراء من مجالات متعدة، علم النفس التحليلي، علم الاجتماع، الفلسفة، التاريخ، السيميائية والجماليات، يجيوا يحضروا في التمارين معانا، يحاورونا، نعطيهم وثائق، ثم يمشيوا وفي مع بعد الفرجة بشوية، بعد العرض الأول بشوية، يعطيونا مقال علمي مختص باش نعملوا منه مؤلف جماعي، كتاب اسمه بيداغوجيا الخلق. في المرحلة هذه سميته بيداغوجيا الخلق لأني نحب نفهم كيفاش نصنع ونخلق الخالق، مش الخالق، ما تفهمنيش بالغالط، مش الخالق، مانيش في مرجعية دينية، لأن مانيش نحكيو على المرجعية هذيك، ما تفهمنيش الجملة. الخالق المسرحي أي المبدع، كيفاش نجموا نصنعوه ونخلقوه، الآليات والوسائل، البيداغوجيات، المسارات نتاعو، الخيميائية اللي يتأسس عليها الممثل الخالق. ثم معنا مخرج هو السمو هذا السوري من الأصل السوري، يعيش في تونس ومتزوج مع تونسية ويعمل في تونس الآن. تابعنا مدة الخمسة شهور متاع التمارين ويعطينا شريط في الأخر سميته مسارات، على المسارات اللي عشناها الكل يعطينا شريط فيديو كأنه توثيقي للمرحلة، توثيقي للباحثين فيما بعد في الأجيال القادمة مسارات. ثم حلينا موقع ويب للمسرح البديل والمختبر الممثل الباحث اللي فيه أعمالنا، وباش نمشيو محاضرات مختصة، أشياء عملية وأشياء نظرية تخص الممثل وما يهم الممثل بصفة خاصة. سي اكستراوردينير، معناها خدمة كبيرة برشا. الخيال الهيكل نتاع المشروع هذا النوعية هو سابقة، هو سابقة في تاريخ المسرح التونسي من 1902 ولا 9 حسب المؤرخين، منذ نشأة المسرح في تونس. معناها أول مرة تصير، أول مرة المخيلة الهيكلية لتأسيس مؤسسة وإن كانت معنوية إلى حد الآن، مازالت ماهيش مؤسسة مادية، ما عندناش محل، ما عندناش، وكان مسند ومدعوم من وزارة الثقافة ومدينة الثقافة مسرح الأوبرا. خدمنا في مسرح الأوبرا، والتوزيع باش يقع أساسا في مسرح الأوبرا ثم داخل الجمهورية وخارج الجمهورية. هذا بعجالة مشروع المشروع نتاع مختبر الممثل الباحث. نجيو لحالة الطوارئ، نوع المسرحية وفريق العمل حتى نعطيو أكثر تفاصيل للسادة المشاهدين اللي تابعوا فينا. فريق العمل يتكون مني أنا شخصيا كنأمن إدارة البحث والإخراج، ثم مريم العكاري عشيرة عمري والممثلة اللي نتمنى لها في مسيرتها تكون وريثة رجاء بن عمار اللي تقعد حية في بدني وفي ذاكرتي وفي حياتي المدنية والمسرحية. تقول أمي مراه بالفم والملاء رجاء بن عمار. دونك مريم ماشية في الثنية هذيك، الفا سوتنير ساتاز بينتو، دونك هي تمثل زادة في المسرحية. ثم هيفا بولكباش اللي قاعدة تحضر في الماستر دو نتاعها، ثم زوز هوات معانا سامية بوقرة ووليد كان ينجرف للنوع من المراهقة السلبية، منعناه من غادي، يحب مهووس بالمسرح فجبناه معانا يمثل معانا. علاش احنا كل مرة
والله معناها أنا شخصيا في كل برامجي الإذاعية والتلفزية كل مرة وإحنا نعاود نحكيه على أهمية الفنون، على أهمية الثقافة، على أهمية المسرح في إنقاذ الشباب بتاعنا من كل المخاطر، من كل الاستقطابات، من برشا أهوال. معناها ما خيرش من أنه يكون عنده نشاط مسرحي، ما خيرش من أنه يكون عنده نشاط فني سينمائي، المهم أنه ينشط ثقافيا. ريم، هذا مهم برشا اليوم للجيل اللي قاعد يمر بصعوبة بعد الثورة. أكيد، لأنه قاعدين نشوفوا في الشباب بتاعنا والمراهقين يعيشوا فترة من الفراغ، لأنه ما عبين لهمش وقتهم بطريقه ايجابيه، ما عبين لهمش، ما شجعناهمش زاد، لان هما يحبوا الدعم والتشجيع. برشا دي بارون يتشكاو من المراهقين، ولكن اذا احنا نستثمروا في تربيه اولادنا من التشايلدهود، من الصغر نتاعهم، رانا باش نلقاو نتيجه باهيه في الادوليسونس. دونك احنا دورنا كمربيين، كاباء، كامهات، مهم برشا انه نعطيهم من وقتنا، ويكون فما وقت بوزيتيف معاهم، كاليتي مش كونتيتي. وي باهي سي فتحي العكيري، دونك شنو هما الفيدباك الاولاني بعد العرض الاول لحال الطوارئ؟ شنو كانت ردود الافعال؟ مربكه الفرجه مربكه نسبيا. انا بعد ما تفرجت المسرحيه تقلق كي تفرج فيها؟ تستفز برشا، تستفز المسرحيين في الثنايا المعبده نتاعهم اللي مستانسين بها، وتستفز نسبيا المتفرج، خاطر انا من نجم نكون كان في الاستفزاز والاثاره والاستثاره، ما نحبش الراحه والكلاسيكيه في العمل، ما نحبش الشيء هذاك، نحب نلقى اللي ما نعرفوش وناسس اللي ما تاسسش قبلي، تغامر يعني. هي شبوبيه بتاع المسرح، هي مغامره في متاهه الفراغ الركح. دونك مي بعد ما تفرجت في الفرجة بدالي، وهذا شبوبية متاع المختبر، كونه اعطيت أهمية للممثل وتعبيره اللفظي واللفظي. ثم بالنسبة للإخراج، عملت إخراج بدالي نوعي نسبيا معتاد، فاخذيت وقتي وبرمجت السلسلة الأولى متاع العروض في مدينة الثقافة لنهاية فيفري، باش ناخذوا وقتنا باش نزيدوا نخدموا على محور الفرجة كموضوع، كمبحث نبحثوا فيه، كيفاش نخرجوا فرجة اللي ماهيش معتادة، ماهيش منتظرة، خاطر وليت نمشي للمسرح من نقلق فيه الساعة، كيف اللي نعرفها الرواية، كيف اللي شفتها في امثل الحالات، معناها حتى من كبير المسرحيين بعد درجين نقول لك ايش باش يقع في المسرحيه بالضبط باللحظه باللحظه، معناها ما فماش العنصر المفاجئ او التجديد، السيستم النظام نتاع الكتيبه ما فماش ابتداع وخرق، ما فماش انا اصلي ونهايتي ذات الاختراق، اخترق التاريخ، اخترق الحضارات، اخترق الخيال، اخترق ذاتي في نهاية المطاف، اخترق ذاتي. جريتني يا فتحي العكيري باش نحكيو على ان شاء الله الخير جريتك. ما دامك عممت باش نحكيو على المشهد المسرحي اليوم بصفة عامة، كان نجمو نقيموه ولا ناخذ نظرتك انت كيفاش تراه؟ احنا نعرفوا انه المسرح التونسي مسرح الحقيقة عريق، وحتى على المستوى العربي كي يخرج لبرا يشرفنا معناها ويشرف تونس. انت من داخل تونس، من تونس، كيفاش تقيمه؟ قبل ما نقيم المسرح، نقيم ما جرى من 2011 لتوا في المجالات الفنيه، وخاصه اللي لاحظته الشباب نتاع السينما، الشباب الجديد نتاع السينما، علاء الدين سليم، اخص بالذكر المخرج علاء الدين سليم اللي مازال كيخذا جائزه الاخراج، وفي ذا لاست اوف اس اللي مثلت فيه خذا زوج جوائز هو وامين المسعدي. جماعه السينما والشباب نتاع السينما متقدمين برشا على المسرحيين. ثم تجي جماعه الموسيقى، زاد الشباب نتاع الموسيقى اللي فما برشا مشاريع فنيه متقدمين على السينما، ما نعرفش علاش، يلزم يكون بحث جامعي معمق. علاش ماهمش قاعدين يمشيو في نفس النسق معناها؟ رجعنا 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 للمسرح نتاع الشارع وفني رغما عني، والمغارات نتاع المسرح متاع السنوات الستين بالية، ما فماش ابتداع جديد لنوعية متاع فرجة جديدة. ثم الأدهى والأمر كونه
كي المواطن هدم نظام كامل الفنانين وخاصة منهم المسرحيين يقولنا المواطن أعملوا لي أصنعوا مواطن جديد أور هالمواطن الجديد اللي قاعدين نعملوا فيه توا لوثوه السياسيين وأخص بالذكر منهم الإسلامي السياسي والخدعة الكبيرة والمغالطة الكبيرة اللي قاعدين نعيشوها في تونس بداية من تونس وفي العالم العربي هذا كل عامة. هذا كل يمكن الأزمة اللي مر بها المسرح الوطني بعد الثورة أزمات الحقيقة ومشاكل صارت واحتجاجات وشفنا الفنان أنا اللي غاضني معناها في هذا كل شفنا الفنان كيفاش يحارب في الفنان وشفنا انقسامات معناها اللي تؤلم الحقيقة تؤلم بعد الألم واحد يريض الحواس متاعه ولا الإحساس متاعه باش يحاول يفهم ثم نسبيا توا المدير العام تاع المسرح الوطني وتشبثوا بالكرسي شيء غريب معناها بعد 5 سنين برا امشي وخلي يجي غيرك علاش هل نتفكر أنا في مشهد سينمائي شفته ونسيت الفيلم شنو إنسان ما حبش يخرج من الكرسي وقت اللي يتقلع من الكرسي الجلدة متاعه قعدت لاسقة في الكرسي لاسقة حقيقة في الفيلم سي اون ميتافور مجازا هالتشبث بالكرسي خلي غيرك يجي ويبدع ويعمل الفرق نفرق ما بين الإنسان وما بين المدير المسؤول الإداري على السياسة العامة وما بين الفنان ثم مراوغات وهو لوبيات ورا الحكاية ووقعت احتجاجات مي قاعد غاديك ما تفهمش علاش قاعد غادي نفهم انا علاش فما اشياء اللي تقعد بيناتنا مي هذا يأثر بل ما يلفظ التاريخ خير يخرج بكرامة ومعزز مكرم وهو أستاذي وهو أول ما علمني المسرح هذه نصيحة بتبيع خطر التاريخ التاريخ عنده شيء من وراء العقل راهو موجه نتاع 15 متر 20 متر كي تجي تهز بلاد كامله معناها حكايه ثم نوع من العلاقه بالسلطه غريبه عند التوانسه شيء غريب مرضية التيم وورك مش موجود حكيت المرفت عفيف عليه انه نخدموا مع بعضنا كفريق نكملوا بعضنا فما سلطه وفما واحد يحكم وفما لانه الليدر لو فري ليدر كما حضرتك معناتها عنده اون فالور اجوتي في العمل يشجع الخلق والابداع ويطلع الفنانين ما يقمعش يعني مواهبهم دونك مهم برشا انه ثم سنه الحياه التداول ونخرجوا من الصندوق we think out of the box باش نجم اللي كان محبوب وكان منارة للمسرحيين ولا مكروه بصفة غريبة مكروه بصفة غريبة على خاطر شادد في الكرسي وعلى خاطر قواه في الغيب ظلامية في الظلام ما تعرفهاش شنية وانا نعرف البعض منها يدافعوا فيه ولا حتى يعني اليوم رئيس الحكومة ما نجمش انت تقول هكا ولكن اليوم فما عبيد مع الفكرة هذه فما عبيد ضد الفكرة هذه سيدة راهو الفكرة شنية فما فكرة مبدئية جيت انت على مشروع عندك 5 سنين هي امشي خلي غيرك يجي علاش هالمؤبد تطول بعام العام هذاك ينجم يكون لا نهائي تطول بعام لا نهائي وتنجم تبرر التمديد في الصلاحية متاعك خلي غيرك يجي واختاك اخرج نظيف فتحنا قوس هكا بصفة عامة خلينا نرجعوا لا خطر شيء هام برشا طول المرة الثانية هذه المرة الثانية اللي تاقع وقع بقود 60 وقال تو توفيق الجبالي يقول انا مانيش مع البلجة على النقابة نتاع الثقافة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل توفيق الجبالي يقول انا مانيش مع البلجة الثقافية خاطر عملوا دي 60 ومانيش مع لا انا ضد التشبث بالسلطة تواني كنت نقري في المسرح الوطني في مدرسة الممثل وانا اللي عملت الملف التقني البيداغوجي نتاع المدرسة باش خذينا التأهيل من وزارة التكوين المهني الإكيفالون تاع البي تي اس اللي يخرجوا من المدرسة أعطيت قلبي أعطيت دمي في الأخر لسبب أجهله ولا يحرض في كلام ذا باش يعملوا إضراب عليه أنا ويكتبوا تقارير شو الفرق بينه وبين الممارسات والسلوك نتاع وقت بن علي وانا جاي نخدم فيها بالشيخه نخدم في الشيخه اما العركه الكبيره هذه شنو تاثيرها على المسرح التونسي
شو تأثيرها؟ تأثيرها كونه باش تزيد تمرض العباد وتعديهم بالمرض متاعك، لأنك أنت راو أسطورة، أسطورة توا فما وقع تحرش على تقنية تخدم في الضوء، يتستر على التحرش وهو حقوقي، يتستر ويتواطأ وهو مجرم في هذا على التحرش الجنسي، وزوجته زادة الحقوقية كيفاش تسكن على جرائم بشعة من نوع هذا؟ معناها غريب هاللوبيات اللي ومصالح، ما قال كل عام فما المسرح وهو المسرح السياسي وفما سياسة المسرح. سياسة المسرح هي قداش عندك من كارت فيزيت تليفوناتك والعلاقات نتاعك. خلينا نتجاوزوا الموضوع هذا، لانه الموضوع هذا ملف كبير برشا، يحب لنا باش ندخلوا في التفاصيل نتاعو، يحب لنا نهارين وموا باش نقفوا على كل التفاصيل وشوفوا شوف. نحب نرجع لاعمالك توا، فما ماشيين في تمشي نتاع تصوير الاعمال المسرحيه، ايش رايك فيه التمشي هذا؟ التصوير هذا هو من ناحية توثيقية للبحث العلمي الجامعي فيما بعد، للشباب الجامعي أو اللي حب يبحث، ثم زاد نجم نصنع منها وثائق فرجوية، مقاطع للفرجة نجم تخرج في اليوتيوب، نجم نفتك التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي نجم تعمل فيها مقاطع، ما تحبش تفرج في مسرحية كاملة تفرج في مشهد يكون مصور حرافيا وبصفة محترفة، معناها مش بصفة هاوية، ثم يرجع لنا زادة لي نحن الفيدباك باش نشوفوا رواحنا، باش نزيدوا نرتقيوا بذاتنا، نرتقيوا بذاتنا. هذا علاش التصوير والتوثيق، لانه الذاكره الوطنيه، انا من الجيل المؤسسين الموثق من المسرح العضوي، انا وعز الدين قانون، انا الموثق نتاع المسرح العضوي، لاني نمن بالذاكره الوطنيه والجمعيه والجماعيه، ثم الذاكره الفنيه زادت تصلح لنا. مهم انه يقعدوا موثقين الاعمال هذه حتى للاجيال القادمه. انت مازالت كي جيت من فرنسا خدمه بركاله بين تونس والخارج، دونك عمل مشترك تونسي فرنسي، لو كان تعطينا عليه اكثر تفاصيل. انا بين ظفرين قعد في محاورات ونقاش وجدل مع نقابة الزمن الكونية، لأنه قلت لهم 24 ساعة ما تكفينيش، ماذا بيا نهار يولي 25 ساعة. نقابة الزمن، اسمع سيس علينا صفاتي تو، أنت فيلسوف المسرح واحدة واحدة باش نفهموا بعضنا. يدور لي باش نخلصوا باش يولي ما عادش 24 ساعة، يولي نقابة الزمن الكونية ولا 24 ساعة. لا 24 ساعة ما سيباش في زمن. لأني عندي هالعمل المشترك التونسي الفرنسي اللي المخرج نتاعو من تون، هما زوز مخرجين، احمد امين بن سعد اللي كان طالب في المعهد العالي المسرحي وقريته، توا هو اللي يعمل لي في الاخراج. ثم مخرجه فرنسيه زاد مود جاليلا لوند، والمسرحيه المشروع اسمه لا تابلي. مشينا لفرنسا لورين في ماس دو ريجيون دو ماتس في النورست، خدمنا غاديك اكثر من شهر، ثم هالنهارات ثلاثة أربع أيام أخرين باش يجيو لتونس باش نخدموا في مدينة الثقافة، ثم نمشيو في نهاية الشهر نمشيو للعروض المبرمجة غادي. ثم هذا بالتوازي مع حال الطوارئ، هذا بالتوازي مع حال الطوارئ، باش نلقاوك في زوز أعمال. أي ثم في عمل ثالث اللي هو اللي هو داخل المشروع مسلسل، مشروع مسلسل اللي مع مخرج يبدو أنه هالمخرج الشاب السموئل بدا له اني نتحمل مسؤوليه الدور الرئيسي في المسلسل هذا، مازال الاسم وقتي وما عنديش الحق للمشاكل نتاع انتاج، ما عنديش الحق، اما باش يكون عمل يفرز ذاته في التاريخ المسلسلات في تونس وفي العالم العربي. نتمنى لانه السيد هذا ملغم بالتحصيل السينمائي والتكوين نتاعه، ثم ذاته القيمة الإنسانية أكثر زاد من القيمة الفنية، القيمة الإنسانية
وهذيك هي الدنيا، علاقات استثنائيه ولقاءات استثنائيه تتطعمها وتستثمرها فنيا وتولد وليدات نحن المسرحياتنا وافلامنا وتعطيها انتاجات مختلفه. كان لك حضور في مماليك النار؟ وي مي دايور اللي تحكي عليه برشا العمل هذا. جو سوي ان بو ديسو دون سكو جو فوا اي كيف اللي تعدى ندرى كيفاش. تعدى ندرى كيفاش ما هو رغم اللي اعلامين تحكي عليه برشا المسلسل. اي هذيك عاد هذاك الترويج، هذاك الترويج كي عندك ماكينه كبيره في الترويج الخايب يولي اشب حاجه والماكله ما تتاكلش تولي ماكله ممتازه وتطعمها. اما حتى نهي الترويج عفيف ما صارش كبير برشا اللي هو تصور في تونس واللي مثلوا فيه ممثلين تونس برشا فماش خدمه معناها كل تقريبا الترويج اللي صار له صار له على مستوى معناها السياسي انه الحقيقه معناها على مستوى لوبيات معناتها المخرج في اصله ما انا كي تفرجت فيه معناتها فرحت خاطر مصور في تونس يعني مصور في تونس وبرشا ممثلين لكن الممثلين التونسيه ما صارش تسويق للوجهه التونسيه ما نعرفش علاش للممثلين نتاعنا حتى اخطاء تقنيه اللي خاطر تعمل بزربه والانتاج والتصرف في الانتاج والتصوير وي الشيء هذاك ما كنتش ننتظره من النتيجه اللي قاعد نشوف فيها ما كنتش ننتظرها من مخرج في قيمه المخرج هذاك يمكن عامل الوقت زاد هو اللي خليهم في ساعه يسرعوا في العمل هذايا. اون توكا سعدت برشا باستضافتك. شكرا صديقنا وشكرا الممثل القدير فتحي العكيري محاط من الجانبين الزمان وباش نحكيو من بعد على اللي قلت عليها نقابه الزمن الكونيه هذيك هي اداره الوقت. انا نحبه برشا بالحق انا نحبه برشا معناتها وعنده ليدونتيتي نتاعو اللي كنت انا ديما نحكي عليها معناتها عنده شخصيته سي فتحي حاجه ياسر محليك وربي يطول في عمرك ويعطيك وتعمل لنا برشا انتاجات حلوين فلسفتك الخاصه بالابتسامه نتاعكم نجم نزيد نثابر ونشد السياح يعيش في فضلك. دونك حال الطوارئ وقتاش يشوفوا في مبرمجه 28 29 30 فيفري في مدينه ثقافه مسرح المبدعين الشبان لاني انا مبدع شاب اكيد اكيد شكرا لك يعطيك الصحه فتحي العكيري خليكم معنا في المشاهده مازلنا معكم فاصل قصير وراجعين. بذرة صدق زرعناها بجوارح جوارحنا دفيناها تفاني وعرق سقيناها الصنعة حسناها وطورناها ثمرة أمل جنيناها كبرناها ولنهار عليها بخلنا جيل ورا جيل مسؤولية ورثناها كبرت لمانة ولا واحد لاثنين آلاف حفظناها كل وقتنا وجهدنا عطيناها بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها محبة لقيناها عام ورا عام سيكام محبة وغرام